نبدا ان شاء الله. So, we have an antenna, RF amplifier, mixer, of course, local oscillator, then IF amplifier, but now it is called video IF amplifier because its bandwidth is large. The bandwidth now we are talking about 8 megahertz bandwidth. And as video, we have 3 outputs. One output will go up to the sound IF stages, and then sound FM detector, audio amplifiers, and the loudspeaker. It will go down to the sync separator, which will separate the horizontal sync pulses from the vertical sync pulses, and then send them to the horizontal and the vertical oscillators. Vertical oscillator and the amplifier, and the horizontal oscillator and the amplifier. The horizontal and the vertical oscillator will produce a sawtooth, which will scan the TV screen. The third output will go to the video amplifiers. These amplifiers, but now it is video amplifiers because, again, the bandwidth of the video is not small. It is about 4 megahertz. And then it will go to the TV screen, whether it is a V screen or whatever else, it is the same. There are 2 blocks at the bottom, one for the low voltage supply. This is to convert AC into DC, but at low voltage, 300 or so. But there is also another high voltage supply. If you are using the old TV screen, you need a voltage of about few kilovolts. And inside the TV set itself, يعني TV set اللي موجود تحت في المختبر. في ترانسفورمر. في هتشوف. إن شاء الله بس يكون في وقته. هتشوف there is a way to obtain a high voltage, but not high current. High voltage, not high power. High voltage only. High voltage only, but at a very small current. But a high voltage can be obtained about 10 to 15, maybe 20 kilovolts from your TV set. And this is why it is very dangerous to touch your TV set from the back when it is open from the back. Especially the old ones, طبعا الحاجات الحديثة الآن لأن فيهاش كده. لكن الحاجات اللي ما زالت موجودة طبعا. زالت يعني the majority of the TV sets around us are still the old ones, not the new ones. باي تايمز لو فولتج نتكلم عن كم دحين لو فولتج نتكلم عن 300 فولت 250 ما هو لو بس بالنسبه للهاي فولتج هي مساله نسبيه يعني مساله نسبيه دي سي طبعا ات كان فاري اوف كورس يعني نوت نسيسري 300 يعني لكن ات ديبندز اون ذا بس ما تي في سيت بس اراوند المفروض هي المفروض تشغل البلوكس هي بتشغل ايوه بتشغل البلوكس دي ممكن ناخد منها يعني يكون لو فولتج سبلاي بيطلع 300 فولت لكن ممكن ناخد اقل برضه عشان نشغل الامبليفايرز اللي مش محتاجها هو بس اللو فولتج سبلاي مو مشبوكه بشيء حاليا لا ما هي مش مشبوكه قال لك انها بيقول لك سهم هو راح رحل دول رحل الجماعه دول كلهم الهاي فولتج سبلاي طبعا ده للسكرين ده ما فيش غير كده لو لاحظت حاجه الايس كريم بس اللي عايز هاي فولتج هنشرح ان شاء الله كده لو لاحظت حاجه تجد ان الهاي فولتج سبلاي بياخد من الهورزونتال سينك من هورزونتال اوسيليتور عند امبليفاير صح؟ هي دي وبعدين يطلع الهاي فولتج سبلاي اللي هو بيروح على الشاشه بس طبعا حضرتك ما هم مشبوكين ببعض صح؟ لا لا مش مشبوك مشبوك يبقى نقطه نقطه سودا كده يعني السينك سيبريتور مفصول مش بس السينك امبليفاير السينك سيبريتور مفصول مشبوك السينك امبليفاير مش امبليتيود السينك امبليفاير ايوه والسينك امبليفاير بيطلع بيروح يودي للهورزونتال اوسيليتور عند امبليفاير vertical oscillator and the vertical horizontal oscillator sawtooth generator هنعملهم ان شاء الله في التجربة القادمة هنعمل يعني واحد منهم sawtooth generator لكن زي ما قلت من الهوريزونتال oscillator بناخد signal نوديها للهاي فولتج سبلاي اللي هو بيطلع فيو كيلو فولتس تروح للكاثود راي طب دكتور أيوه. يعني الان السينك سيبريتور حيفصل الفيرتيكال والهوريزونتال من الهوريزونتال اللي هو موجود في السيجنال طبعا ايوه لكن طبعا الموجود
في السيجنال، هو هيفصل الفيرتيكال والهوريزونتال سينك بالسز اللي موجودين في السيجنال نفسها. اي طب هل هو مشبوك على الهوريزونتال اوسيليتور هوريزونتال؟ هو بعد ما تفصلهم من بعض توديهم على الاوسيليتور. يعني بين السينك سيبريتور والسينك امبليفاير هذه نقطه، هذه نود. نو نو ذيس از نوت ا نود. طب مو مشبوك فيه ولا سينك سيبريتور يروح للسينك امبليفاير؟ السينك امبليفاير هو السينك امبليفاير هو اللي يودي على الهوريزونتال اوسيليتور والفيرتيكال اوسيليتور. معليش ايش يعني السهم المقطع؟ السهم المقطع مش معنى حاجه، معنى بس وصله كده، لكن ما اعرفش ليه اللي عامل الرسمه على المقطع. دكتور الهاي فولتج والهوريزونتال اوسيليتور مسؤولين بسيرك، بس مش عارف هو السهم لفوق ولا لتحت. اي سهم الهاي فولتج والهوريزونتال اوسيليتور؟ ليش مسؤولين بسيركين هيك؟ يعني السهم كويس، قصدي السهم هيك ورايح جاي. انت قصدك السهم، يعني السهم رايح جاي، يعني معلش فوتها دي مش مهمه، هو سهم واحد بس، اتجاه واحد بس، اتجاه واحد بس، دي اخطاء مطبعيه. هو بياخد من الهوريزونتال سينك امبليفاير الى الهاي فولتج سبلاي، ما بيعملش العكس. طيب في اي شيء غير واضح في البلوك دياجرام ده؟ طبعا واضح البلوك دياجرام، في اشياء احنا عارفينها كويس قوي، يعني احنا عارفين الار اب في امبليفاير، كل الخلاف هو هيكون ايه؟ فريكونسي رينج. بدل ما بنشتغل مثلا عن فريكونسي توصل 30 ميجا هرتز لما كنا في الاي ام، انا هشتغل او حتى في الاف ام كنا نوصل ل 108 ميجا هرتز، انا هشتغل عن فريكونسي ابتداء من 950 ميجا هرتز وانت طالع. فيبقى كل الخلاف هو في مين؟ ديزاين يوزنج ويتش تايب اوف ترانزستور، واحتمال بعض يعني الاحتياطات اللي تتخذ انك تشتغل على هاي فريكونسي. بصير هل لما نشتغل على هاي فريكونسيز حجم الترانزستور كل ما كبر كان احسن؟ يعني لا، حجم الترانزستور يعني هل هو له علاقه بالفريكونسي الشغل فيه؟ حجم الترانزستور ما له علاقه طبعا، ما له علاقه. اللي ليه علاقه هو الديزاين بتاع الترانزستور من الداخل، كتوف فريكونسي بتاعته بتساوي كام؟ يعني البرازات الكاباستورز اللي فيه. بس يمكن لما يكبروا يتقل كبر، يمكن ليه علاقه بالباور. يعني اكيد لازم نتخلص من البرازيت الكبستور، لا مفيش، شوف قصدي نصبح لا مجال للتخلص من البرازيت الكبستور. انت قلت مثلك اقل، امال ايه الحل؟ نتحايل عليه. ايوه نتخلص. لا انا نتخلص من الترانزستور بيجي برازيت الكبستور فيه، نتخلص منهم ازاي؟ ممكن بقى نتحايل من الخارج ونحاول نخلي نكبر الباندويث مثلا بحيث ان احنا نهزم البرازيت الكبستورز كده، يعني تحايل. يعني نستخدم الكاسكود اللي استخدمناه قبل هيك مثلا، لو عايز يعمل واحد عايز يعمل ديزاين يعمل كاسكود، ما فيش معنى يعمل كاسكود، يعمل هاي فريكونسي او يبقى تحايل. احنا تحايلنا عليهم بدل ما نخلي بلاصه الكاباستور تتضرب في ماجنيفيكيشن فاكتور واحد بلس جي مش كده، نخليهم لا كونكتد تو ذا جراوند، يبقى نعمل كاسكود، يبقى كده تحايلنا عليهم مش تخلصنا، ما تخلصناش منهم، تحايلنا عليهم بس خلينا تاثيرهم يقل. الميكسر طبعا معروف ايه هو الميكسر. الفيديو اي اف امبليفاير هو اف امبليفاير عادي جدا زي اي اي اف امبليفاير، بس كل ما في الامر ان ايه باندويث بتاعه كبير شويه مع بعض الحاجات ممكن نقولها، بس لو ربنا سهل دلوقتي. الفيديو ديتكتور لازم يكون نون لينير سيركت، صح؟ في الغالب مش انفلوب ديتكتور. ليه مش انفلوب ديتكتور؟ لان انا ما عنديش فول اي ام ويف، صح؟ دونت هاف فول اي ام وي هاف ا فيستيجيال سايد باند اي ام سيجنال. هنسوي الفيديو ديتكتور. از نوت ا فول ان ام. هنسوي الفيديو ديتكتور. هتسوي ايه؟ هنسوي الفيديو ديتكتور. هشوف حسب الوقت ماشي، لان هو لكن هو بدي لك لمحه عن اللي موجود، يعني لان هو برضه فيديو ديتكتور ويفصل شكل الفيديو عن الساوند. انا هدي لك لمحه عن الموجود الان وبعدين نشوف هنقدر نعمل ايه حسب الوقت، حسب ماشي. فالفيديو ديتكتور in principle it is a non-linear device. Diode. مش هكتر من الاسد مش هيكون الـ envelope detector. الـ envelope detector عايز full AM. صحيح. ده مش هيكون envelope detector. لازم يكون حاجة تانية. هنشوفها. فيديو amplifier. Amplifier عادي جدا بس في شوية حركات بتحصل فيه. احنا لسه ما اخذ الفيديو detector يعني. لا لسه ما اخذ. بس انا بلمح لك هو هيكون ايه؟ هيكون diode. لكنه مش envelope detector. ايوه يعني احنا عندنا هو الانفلوب ديتكتور اللي بتاع بيشتغل مع الفول اي ام وانفلوب ديتكتور ودايود برضه، لكن ده هيكون دايود لكن مش انفلوب ديتكتور. نستخدم النون لينيرتي حق زي نستخدم النون لينيرتي بتاعت الدايود عشان تنتج لنا المنتجات اللي احنا عايزينها. لان السيجنال ما هي فول اي ام، لان السيجنال مش فول اي ام، فما نقدرش نستخدم انفلوب ديتكتور.
بالتأكيد السيجنال في الستيجيال سايد باند بس نص الباند نص وكده وان باند أبر سايد باند اللي يجي كامل اللور سايد باند جزء منه حوالي ربع تقريبا مش نص معي الفيديو امبليفاير عادي برضو بس في شوية حركات كده برضو كويسة لازم أوريها لكم لكنه امبليفاير عادي بس بكل ما في الأمر الباند ويدث بتاعه كبير ازاي نكبر الباند ويدث برضو ازاي نتحايل على أصحابنا دول حنشوف إن شاء الله كمان بيز الشاشة طبعا انتم ما شفتوهاش قبل كده حوريكم الشاشة القديمة مفيش مشكلة الساوند اي اف ستيج اي اف بس بتشتغل على الساوند بس ساوند اف ام ديتكتور عارفين اوديو امبليفاير عارفين الساوند اي اف ستيج يعني احنا اول شيء رفعنا الاي اف اللي هي مثلا 35 ميجا هرتز وفيها الساوند الساوند نفسه مش عند 35 ميجا هرتز لازم نستخلصه ان الساوند عند 10.7 من الناس 4.5 او 5 ميجا هرتز بس لازم نستخلصه بقى ناخده لوحده ونبتدي نتعامل معاه قصدي هون في الساوند اي اف ستيجز يعني ايش نسوي من 35 ميجا هرتز بنحطه لعند 10.7 زي ما كنا نسوي زمان بالاف ام ولا هنشوف بس استعجل بس هذا الحين نشوف الساوند احنا بدنا نحطه بعد بس عشان بس اكون انت تقول كويس ال 10.7 دي كانت الاي اف بتاع الاف ام لكن هنا انا عندي اف ام راكب على البريستيجيال سايد باند الاف ام ده لو شفت السبيكترم فريكونسي سب ساوند سب كارير بتاعتنا على حوالي 4.5 5 ميجا هرتز دي خلاص بعد ما نخرج من الفيديو ديتكتور ونستخلص الساوند هنستخلص الساوند عند الفريكونسي دي اللي هي 4.5 ميجا هرتز حركنا بالاي اف المحرك السيجنال كلها صح؟ خلاص رحنا للفيديو ديتكتور دلوقتي وخارجين من الفيديو ديتكتور انتهينا يعني الفيديو اي اف عند الفاير ده اللي عنده 35 او 45 ميجا بس ما هو الساوند بيتحرك معها ولا؟ احنا بنتركه عند الخمسه ايوه لكن احنا دلوقتي دخلنا في الفيديو ديتكتور الفيديو ديتكتور المفروض يكون رجع لنا كل شيء الى اصله رجعنا الباس باند تاني خلاص مش ديتكتور خلاص رجعنا للباس باند تاني لكن لما هنرجع للباس باند تاني هنلاقي ان الساوند مش في مكان الطبيعي في المكان اللي هو مترحل اصلا صح ولا لا؟ كان في طرف الان نعم كان في طرف هيكون في الطرف لكن الان الساوند هيبقى مركز فين؟ حول الساوند سب كارير صح؟ هل هي 4.5 ميجا هرتز يبقى اعتبارا من الساوند اي اف ستيج احنا بنتكلم عن 4.5 ميجا هرتز سنتر فريكونسي وبعدين نعمل الساوند اف ام ديتكتور 10.7 دي ما نرجع عليها خالص دي مش هنا بالنهايه بالمره فاهمني كويس؟ 10.7 دي فين لما يكون عندي فول اي ام فول اف ام كان الان ما بتكلمش عن فول اف ام انا بتكلم عن ساوند مرحل المقدار قد ايه 4.5 معناته الاي اف هنا ما هي ال 10.7 صح؟ نو 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 It's 4.4 No. الاي اف هنا 35 ل 45 ميجا هرتز مش هي الفيديو اي اف امبليفاير بيشتغل عند 35 ل 45 ميجا هرتز يعني الاي اف ستيج هذه اللي هي الاي اف فريكونسي 35 ميجا هرتز الى 45 ميجا هرتز دي بتاعت التي في حتى عند الساوند؟ لا يبقى انت ما فهمتنيش لا معناه ان انت ما فهمتش انا قلت ايه هو اللي لخبطنا دكتور كاتبين ساوند اي اف ستيج ايوه هذا هو هو ما فيش لخبطه بس انت فهمني كويس انت حتفهم ده المين كارير ده الفيستيجيال سايد باند ساوند هنا صراحة عند سي 4.5 ميجا هرتز اور سو دي مش بالظبط يعني اور سو في الرسمه التقريريه مكتوب على 75 ماشي دي 4.5 ميجا هرتز من هنا دي السيجنال اللي موجوده عندي لغايه فين لغايه دخل على الالف امبليفاير وبعد الالف امبليفاير صح طيب بعد الميكسر ايه اللي هيتغير هنا كله شفت انقلب كله هيبقى شفت بس دي هتبقى ايه هنا المين كارير والاخوان دول جنبه بيصيروا على دي هتبقى ايه بعد الميكسر 35 ميجا هرتز او 35 ميجا هرتز اللي هو الاي فريك اللي هي الاي فريكونسي حقت التي في بتاعت التي في نعم ممتاز دي السنه اللي بس بدل ما كانت المين كارير هنا بقت ال 35 ميجا هرتز
صح. هنا مين كارير وهنا 4.5 زائد مين كارير. طبعا خصوصا هنا يعني مرحلة دي مرحلة صح؟ معلش هكتبها كده معلش حدش اتلخبط صح كده؟ كده صحيح بس اول كنت صح عرفت بس اذا كنت فاهم يعني فاهم انا بعمل ايه خلاص يبقى صح يبقى دي عند 35 ميجا هرتز ودي مرحلة 4.5 ميجا هرتز ممتاز فيديو انفورميشن هي هنا 4.5 بعد الخمس يعني دي الفيديو انفورميشن بس في جزء علمي ولا ما الجزء اليسار ده مقطوع مو لازم لا لازم لازم بالضبط طبعا ده لا مش موجود يبقى اللو فريكوانسي كومبوننتس اوف ذا فيديو سيجنال وبي لوست احنا ليه عملنا فيستيج عشان نوفر باندويث علشان ناخد الكارير معانا عشان نخلي الكارير معانا بس مش عايزين نخلي كل السايد باند معانا لان كل السايد باند معانا ما لوش لازمه المعلومات كلها موجوده هنا عايزين ناخد الكارير وناخد اللو فريكوانسي كومبوننتس ما نفضلش نفصل ما نقدرش نقطع الحتة دي لوحدها كده ونطردها يعني هتقطع مع الكاري اوكي فيبقى نخلي حتة كده من الكاري اللي دي تقريبا تبقى 1 ميجا هرتز تقريبا يعني ولا شيء تقريبا بالنسبة لك 1 ميجا هرتز تقريبا طب دكتور معلش الساوند عند 35 زائد 4.5 ميجا هرتز ايوه صح ما انت كاتبه خلاص؟ ممتاز ده هيبقى فين ده؟ منظر ده هيبقى فين؟ بعد المكسر بعد المكسر وقبل الفيديو اي اف امبليفاير ايوه احنا طب بعد الفيديو اي اف امبليفاير هو نفس المنظر بس الامبليتيود اتغير صح؟ صح طيب دخلنا على الفيديو ديتكتور هياخد المقطع اللي كده الفيديو ديتكتور هيفكك السيجنال دي تفكيكا هيعمل ايه؟ هياخد ده لوحده يرسله على الساوند دايف سيجنال يوديه مين على؟ الساوند دايف الساوند لو مسميها انا اي اف هيفكر يعني 4.5 ميجا هرتز زي ما هو كده 4.5 ميجا هرتز ومعاه الموديوليشن احنا على 4.5 الفرق حاليا هو هيستطبق ال 4.5 ميجا هرتز ويحطها بال 4.5 مكان وياخذها اهي خلاص بقت على 4.5 ميجا هرتز بقت اف ام سنتر سنتر فريكونسي بتاعها 4.5 ميجا هرتز بس كده لازم يكون ستاندرد يعني انه ستاندرد؟ انه الناس يعني كل الناس ترسل فيديوهات بهذه الطريقة تقريبا وياخد ده طبعا حلو الكارير بالتأكيد مش كده؟ صح ياخد ده بعد ما يضغط الكارير يوديه على فين؟ على الفيديو امبليفاير طب فين السينك سيبريتورز؟ ما السينك سيبريتورز هنا؟ احنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ فريكونسي دومين صح؟ سينك سوبريتورز موجوده هنا هيفصل برضه السينك سوبريتورز يبقى ده هيروح فين؟ ده هيروح على الفيديو امبليفاير ومن ده برضه بس هيفصلهم على مين؟ على الامبليتيود دومين صح؟ بغض النظر عن هي كانت فوق ولا تحت مش القضيه هيفصل ده ايضا في الامبليتيود دومين صح من هنا لان في الفريكونسي دومين ده موجود هنا فهيفصل ده ويودوه على مين السينك سيبريتور السينك امبليفاير بالاسه هيفصله مين بالسينك سيبريتور السينك سيبريتور هيشتغل امبليتيود صح السينك سيبريتور هيشتغل امبليتيود هنا هنشتغل على الفريكونسي هنا هنشتغل على الامبليتيود فصل السينك بالسس من السيجنال نفسه بس ايش فادت السينك هذه يعني هل عشان يوفق الفيديو يا شيخ وان السينك دي من غيرها الصوره هتطلع متلخبطه في الشاشه لان السينك دي هي اللي بتربط بتعمل تزامن سينكرونايزيشن تزامن بتعمل تزامن بين المسح بتاع الصوره في الاستوديو والمسح بتاع الصوره على الشاشه بتاعتك أوكي. من غير السينك بالص دي ممكن الصوره تطلع تحتها فوقها وفوقها تحتها وضع اوكي فلازم السينكرونيز بمعنى ذات الحاجات اللي فاتت ان شاء الله ايوه اتفضل how many channels can we accumulate يعني وش الابر ليميت للسنترال فريكوينسي ومين السنترال فريكوينسي ايش الابر ليميت ده توصل لغايه فيو ميجا فيو جيجا هرتز من اول حوالي 950 ميجا هرتز في جيجا هرتز لكن كل ده بيهمنا عند الار اف امبليفاير بس
بعد الميكسر خلاص كله بقى في اللايف بس. ما تكسر؟ نعم ايوه حط الفيديو ديتكسر لما يفصل يرجع يعني يرجع المرحل يرجع صوت المرحل لمكانه ولا لا ما يرجعوش لمكانه ياخده زي ما هو كده عند 4.5 ميجا هرتز يوديه فوق فوق بقى نعمل الامبليفيكيشن والديتكشن ونرجع الحاجات الاصلها ايوه انا شايف فاهمني يعني عند الفيديو ديتكتور زي ما انا كاتب عند الفيديو ديتكتور هناخد دي زي ما هي كده بس عند 4.5 ميجا هرتز صح؟ أيوة أيوة. هناخدها عند 4.5 ميجا هرتز ونعمل لك ونعمل 4.5 ميجا هرتز كانها اي اف بالضبط كده كان دي الاي اف بتاعت الساوند ماشي؟ تفضل دكتور شو الفرق بين السيجنال الداخلي على الفيديو امبليفاير والسيجنال الداخلي على السينك سوبريتور؟ السيجنال اللي داخل على الفيديو امبليفاير كلها كل ده فيها الفيديو انفورميشن وفيها الساوند انفورميشن وفيها السينكرونايزنج انفورميشن السيجنال داخل على الفيديو امبليفاير هي كل ده والسينك في الفريكوينسي دومين وفي التايم دومين السيجنال داخل على السينك سيبريتور هي اللي بعد الديتكتور يعني بعد ما بقت دي على 35 بعد الديتكتور اللي هي البيس باند سيجنال هنا وال 4.5 دي بنفصلها ونطلعها فوق البيس باند سيجنال هي اللي داخل على السينك سيبريتور بس البيس باند سيجنال دي في الفريكوينسي دومين تبان شكلها كده لكن في الامبليتيود دومين تبان شكلها كده يعني هنا احنا ما نقدرش نشوف فين السينك بالس فينهم ما الفريكوينسي بتاعتهم وذين ذيس باندويت لكن هنا نشوف فين السينك بالس لان هم بيظهروا في الامبليتيود دومين فاهمني كويس؟ فالسينك سيبريتور هيعمل ايه؟ هيشتغل على الامبليتيود ده يعني تقدر تقول نقدر نقولها دلوقتي يعني تفتكر السينك سيبريتور ده فيه ايه في داخله؟ تخيل ان what is inside the box called sync separator اللي هو مهمته انه ايه انه يفصل السينك بالسز عن الباقي السينك بس كومبريتور لا مش كومبريتور يعني ممكن نقول كومبريتور ما فيش مشكله لكن عايز اسم احسن كده لا فلتر ايه انا بشتغل على امبليتيود يعني هو كومبريتور اقرب اجابه للصح انا شغال على امبليتيود عايز ليميتر عايز ادخل على ليميتر سيركت يروح مسح ده يطلع من الاوت بتاعه السينك بالس بس ليميتر اسهل صوره من صوره ليميتر هي ايه؟ زينب وليه زينب مش لازم زينب دايود عادي دايود عادي وريزيستنس خلاص ممكن تستخدم زينب طبعا تستخدم اكثر من دايود اللي انت عايزه لكن اذا انت فهمت الفكره التنفيذ مش مشكله والتنفيذ لي ادوات مختلفه لكن انت يونيد ليميتر يعني زي ما انت كنت قريب جدا من الصح يعني مش غلط لكن هو انا عايز ليميتر بس هي الكمبيوتر اصلا محتاج يكون عنده تو انبوتس الانبوت ده وانبوت ثاني بقارن بيه كان مش عايز تو انبوتس انا عايز ليميتر اقول له هدخل لك انبوت طلع لي اوتبوت بس اللي يزيد او اللي يقل عن حد معين دي اظبطها بمين بالدايود شيء دخلناه في الايفون بالفعل اول بعدين ودينا سكس الايفون بالفعل عشان تتكبر زي ما كله بيتكبر خلاص خد التكبير ما فيه الكفايه عشان قصدي انه كله يتكبر عشان بعد كده لما اجي رايح الليمتر يلاقي فولت اشتغل عليه ايه. يعني لو جبت حطيت دايود وريزيستنس وكان الفولت بتاعك 3.10 فولت كله بتكبر ما فيش حد اشتغل كله هيمر يبقى انت لازم تكبر السيجنال ما فيه الكفايه الاول بعدين تروح للليمتر ممتاز صح صح فتعمل امبليفيكيشن للجميع لغايه الايه لغايه الفيديو هيفهم بالفاير ده بيكبر الجميع الكل من الفيديو ديتكتور تبتدي بقى تفصلهم عن بعض تاخد السيجنال كلها حاضر تاخد السيجنال كلها توديها للسينك سيبريتور السينك سيبريتور ده ما هو الا ايه ما دام فتحت الموضوع نتكلم بس انا شايف سينك سيبريتور ما هو الا ليميتر صح انا اجيب لك سيركت لكن طيب بعد كده فصلنا السينك كله عن السيجنال خلاص السيجنال اتطرد هندخل على السينك امبليفاير يبقى ده هيكبر مين السينك بالسز بس أيوه. وبعدين فيه هوريزونتال اوسيليتور وفيرتيكال اوسيليتور يعني ايه يعني السينك ده هنستخدمه علشان يعمل جنريشن للهوريزونتال بس او للفيرتيكال بس يبقى لازم نفصل السينك بالسز نفسهم من بعض مش احنا عارفين صح صح ان السيجنال دي بعد شويه يعني افترضنا ان فصلنا عملنا سينك سيبريت وبعدين هيجي هنا ايه واحدة عريضة كده دي بتاعت الـ Vertical Synchronization بتاعت الـ Horizontal Synchronization عايزين نفصلهم عن بعض
لان دي لازم تروح للاوسيليتور وتروح للاوسيليتور الثاني يفصلهم ازاي الكمبارتور ده ايوه كده الكمبارتور لما تكون بتشتغل على امبليتيود كمبارتور ليميتر لما تكون بتشتغل على امبليتيود عايز تميز بين لازم الكلام ده تفهمه لما تكون بتشتغل على الامبليتيود يبقى انت عايز تميز بين حاجتين بناء على الامبليتيود بتاعها ده تستخدم ليميتر كومباراتور مفيش مشكله لكن انت الان عايز تميز بين حاجتين بناء على ايه فريكوينسي لان واحده منهم الفريكوينسي بتاعتها تقريبا 15 كيلو هرتز مش كده والثانيه الفريكوينسي بتاعتها تقريبا 30 هرتز فلتر يبقى عايز فلتر يبقى لو بس فلتر وهاي بس فلتر تدخلهم على هاي بس فلتر يمشي لك الهوريزونتال سينك بالسز دخلوا على لو بس فلتر يمشي لك الايه الفيرتيكال سينك بس تختار الكاتوف فريكوينسي بتاعتك صح عشان ما تمشيش الاثنين او تحوش الاثنين صح ولا لا صح اظنش دي محتاجه نقاش كتير كده انت وفرت علينا شغل ايه بس ما حتكون بالسز بعد ما تعدي من نعم ما حتكون بالسز انا معاك صح الفلتر طبعا بيأثر برضه ممكن اعمل بالس ريشيبنج في حاجه كده اسمها بالس ريشيبنج بعدين بدخل كومبارتر وبعدها تدخل على بس انا حافظ على الفاندمنتال انت بتحاول على الشكل بتحافظ على الشكل الاصلي صح لانه يعني شكل البلس بالتحديد مش مهم قوي يعني مو مهم يكون سكوير يعني مش مهم يكون سكوير بالضبط مش لازم المهم بس يكون في الحته دي في البلس لا بس يعني تعمل خاطر لو كانت السنسود يعني تتاخر شويه ولا لا لا زي ما قلت لك لو عايز في سيركتس كتير مشهوره اسمها بلس ريشيبنج سيركتس يعني بلس ريشيبنج بتاخد الفندمنتال يعني تاخد بلس اخبطها كده شويه يعني تديها بلس عامله كده مثلا كنت اخذنا التريبل اوف تايم كان بقت سهله عليك كده ما دي بطره صح لكن شكلها وحش البطره دي شيء كده حولتها واحه كده خليها بطره كومبارتر بيظبط الوضع كومبارتر يعمل عمليه التريبل فايف تايمر اذا كانت محلات بياخذ التريبل فايف تايمر التريبل فايف تايمر يعمل البطره دي شيء بسهوله جدا ودي فريكونسيز واطي يعني التريبل فايف تايمر يشتغل وزي ما انت قلت كومبارتر مثلا يعمل برضه شيل لك الحاجات اللي الخبطه دي والشخبطه دي شالها وظبطها يعني ما فيش مشكله في البلس ليش اي انت بتاع شو في بطلع الصوت في كيف بطلع الصوت هاي سيجنال مش احنا هذا بالاخر الصوت السيجنال دي هنعملها في اخر محاضره هم طلعوا اصلا من انترسنت الاوسيليتر صح؟ لا هو لازم تطلع صوت من الهورزونتال من الفيرتيكال فاهم لازم تطلع صوت الفريكوس بتاعتها 15 كيلو هرتز وصوت ثانيه الفريكوس بتاعتها 30 هرتز يعني واحدة منهم من الفيرتيكال اوسيليتور وواحدة منهم من الهوريزونتال اوسيليتور مش كده؟ بتعمل سنكرونايزيشن عشان تخلي الفريكونسيز دي تبقى بالضبط زي الفريكونسيز اللي كانت موجودة في الترانسميتر فبتعمل سنكرونايزيشن عن طريق الباس والا سوتوس هيطلع سوتوس لكن انت مش قادر تضبط الفريكونسيز بتاعته بالظبط هنناقش الكلام ده بالتفصيل اكتر في المختبر يعني انا بكون هاي باس فلتر وبنفس الوقت جنريتور للصوت للصوت سيجنال لا الهاي باس فلتر غير الجنريتور باس فلتر لوحده يفصل الهوريزونتال سينك بالز على الفيرتيكال سينك بالز وبعدين كل واحده منهم تدخل في السوتوس جنريتور تطلع لك تطلع لك السوتوس اللي انت عايزه مسألة مرتبه يعني مش حاجتين في حاجه كل حاجه لوحدها اتفضل يا تفضل ايوه بعد الفيديو ديتكتر لما نروح على الساوند اي اف ستيج الفيديو ديتكتر هل في داون كونفرجن للساوند انا هذا ساوند واحد لا لا الفيديو ديتكتور ما بيرجعش الساوند مكانه الفيديو ديتكتور تطلع منه دي زي ما هي تروح تطلع على على ستيج ثاني اللي هو الساوند اي اف ستيج بقى تطلع على فريكوانسي 35 زي 4.5 لا 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 4.5 لا 4.5 الحاجه لازم داون كونفرجن هيصطدم هيصطدم 4 حنشوف هنشوف الكلام ده بالتفصيل هو طبعا في اكثر من فلسفه او اكثر من مدرسه التفكير هنشوف سيركتس المدرسه اللي انا هم نتكلم عنها لكن هو عايز ال 4.5 بس ايوه هو انا مش كنت ما حضرت ما اعرف صراحه التكتيك ما حضرتش ما فيش مشكله لكن لازم تعرف احنا عملنا ايه ما حضرتش الحين اساس السوفت هذا عشان مشيت تسوي بروجكشن على الصوره في المكان معين الفا الهوريزونتال يسوي كذا تعمل ايوه والفيرتيكال يطلع اخر بعد الصوره ما توصل للاخر هنا نروح نطلعها فوق ثاني عشان نبتدي من اول وجديد اوكي حلو طب اجل كذا اتوقع التلفزيون يسوي زي كذا ما حسب ما يسوي كذا يسوي كذا شوف شوف الطريقه اللي انت عايزها لكن هو بيساوي كده 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 500 خط انا شفت فيديو فيديو لما يوصل للاخر استنى لما يوصل للاخر قافز طالع لفوق يبتدي 500 خط تانيين
أول هنعمل حاجة شبيهة بكده في المختبر. وإلا نفس الكلام يصير في الليد وما الليد ولا؟ نفس الشيء. هنشوف ليد في اليوتيوب كده سلو موشن يوريك بالظبط. البرنسبلز هي طبعا أنت نفسك بتشوفها. البرنسبلز هي كل اللي اتغير هي الأدوات اللي تستخدم لعرض الصورة. حلو ممتاز. لكن البرنسبل هو بس لل LED صار الآن بس RGB اللي هي ثلاث نسب الألوان. حنشوف خليك من الألوان دلوقتي حنقلها بس نخلص من ده خلاص. يبقى هنا يعني أقدر أدعي إنه لا جديد صح. كل ما في الأمر هي إيه مسألة الفريكونسي رينجز صح إيه اللي بيحصل فيها وبعض الحاجات الجديدة زي السينك سبريتور والحاجات دي كلها حاجات بسيطة. هنأجل دلوقتي. أنا عادة كنت بدخل في السيركتس بعد كده على طول. أنا بدي بفكر طريقة تانية. هنأجل دلوقتي الدخول في السيركتس ونروح للألوان. ألوان. أيوة. دلوقتي التلفزيون أبيض وأسود. إيه. إزاي بقى هنجيب معلومات عن الألوان؟ وهندخلها في السيجنال المعقدة دي. ونفس الباندوث ولا باندوث؟ طبعًا. ليه برضو نفس الباندوث يا يحيى؟ ليه نفس الباندوث لازم يكون حتى لو جبنا ألوان؟ عشان كباتو بيجي على هذا أسوأ باندوث اللي أخذناه هو أبيض. هذا إيه؟ أسوأ باندوث. اللي هو 4 ميجا هرتز. انا فهمت السؤال عشان يبقى متطابق مع الناس اللي قبل كده يعني الناس اللي عندهم الغلابه يعني الناس اللي لسه غلابه ساعه ما عملوا التلفزيون الملون الناس غلابه طبعا ما قدرش يشتري تلفزيون ملون مثلا ب 1000 ريال هو عايز تلفزيون ب 50 ريال كده لا والله ابيض واسود اللي عنده تيجي مره واحده تقول له قف مش هنجيب لك ابيض واسود يا الوانيا ما فيش طب خلاص ما فيش هيعمل ايه انت مش عايز كده انت عايز تعمل صله بينك وبين الناس بس في مش مره كثير عشان بس مش معني انت خلي بالك عشان تشوف الناس بتفكر ازاي هي يعني ليس كل جديد قابل للتنفيذ ايوه خلي بالك يعني ليس كل تكنولوجيا ممتازه قابله للتطبيق انا لازم اشوف البيئه اللي هي تطبق فيها شكلها ايه وبعدين تشوف قابله للتنفيذ ولا لا وبعدين تنفذها ولا لا تنفذها فهي دي النقطه ان افكار كانت كمية هائلة من الأفكار إزاي نعمل تلفزيون ملون لكن كل الأفكار دي محكومة بإيه؟ إن لازم البند ويدث بتاع التلفزيون الملون يكون within the same بند ويدث بتاع الأبيض والأسود مش بس كده ولازم اللي عنده تلفزيون أبيض وأسود يستطيع إنه يستقبل التلفزيون الملون بس هيستقبله أبيض وأسود يعني لو جت الإشارة على الأنتنة إشارة الصورة ملونة هو هيستقبلها بس هيشوفها أبيض وأسود ممتاز واللي عنده تلفزيون ملون يشوف الملف حلو واستمرت المساله طبعا كده فتره طويله جدا دلوقتي طبعا كل الناس عندها ملون لكن التدرج في التفكير ده انا بشوفه مهم بشوفه مهم ليه؟ لانه بيعلمنا ازاي نفكر احنا مش عايزين نتعلم بس ازاي التلفزيون اتعمل احنا عايزين نتعلم ازاي نفكر في الدنيا كلها شويه شويه ولازم تراعي الظرف اللي انت موجود فيه تستعجلش يعني مش كل تكنولوجيا نافعة يبقى تنفع في كل مكان وكل ناس لا طبعاً ليس بالضرورة ممكن تكون تكنولوجيا نافعة وكويسة جداً عند الناس في بيئة معينة لكن لما تروح بيئة تانية تبقى مضرة جداً ومؤذية لازم الواحد يفكر ماشي فهمني كويس طب نروح للألوان بقى بسرعة بس لو نسمي البلوك دياجرام نسميه هذا تي في ريسيفر يعني البلوك دياجرام ولا تي في ريسيفر ما فيهوش فيه جديد كتير انا ما قلتش ما فيش جديد خالص في جديد لكنه مش كتير عن اللي احنا بنعرفه هي نفس البرنسبلز بس في شويه حركات في الرسيفر يعني الرسيفر اللي مربع اللي هنشتريه هو هذا بس اللهم لا تنع الفوز الابيض والاسود هو ده اوكي فيش حاجه غير كده احنا بتاع الشاشه مش الرسيفر نفسه ده الرسيفر الرسيفر زين انا مش شايف سيجنال في القنوات ولا ده اللي في الشاشه بس هنا بس ده اللي صار فيه صار لا اوكي صح هو ده الرسيفر ده الرسيفر ده البلوك دياجرام بتاع الرسيفر صح لكن احنا في الرومانيه 55 ونقاش عند رد يا جرب بنفتح احنا فتحناه جزئيا لان شفنا يعني عارفين ار اف قبل الفار في ايه وعارفين كل ما في الامر الان مساله الفريكوانسي رينج از ديفرنت صح بس في شويه اضافات برضو اللي هي السينك سيبريتور والاف ام مش عارف ايه حاجه غيرها مش عارف بس خلينا نروح للالوان اتفضل ايام زمان كان التلفزيون نفس الشاشه كان فيها نفس الرسيفر في الشاشه صح طب دلوقتي الان الرسيفر هو القطعة المستقلة هذه لا أنا أقصد كل بعض يعني أنا لما كان عن الرسيفر هو نفس البرنسبل طبعا هو نفس البرنسبل كانت الأول بيحط الشاشة
والدوائر الالكترونيه كلها في صندوق زي اللي تحت كده في المختبر. دلوقتي فصلوا مع بعض زي اول ما طلع الكمبيوتر مثلا كان بيحط كل حاجه في صندوق واحد. دلوقتي فصل ده عن ده وحط الشاشه في حته وحط الكيبات في حته وحط الكمبيوتر نفسه في حته. لكن البرنسبل هو واحد، كل ما في الامر انك حط جمعته في حته واحده خلاص. فلما نتكلم عن تي في ريسيفر يعني نعني كل شيء من اول انتنه لغايه الشاشه، ده تي في ريسيفر. كل واحد محطوط فين بيت مثلا ده موضوع تاني. طيب نروح نشوف الالوان ونرجع تاني لعبقريه المهندسين. انا مصر على كده ليس انحيازا للمهندسين، دي حقيقه محدش يقدر ينكرها. ومين اللي بيبني القصور في العالم؟ ومين اللي بيبني العمارات في العالم؟ ومين اللي بيبني الطرق في العالم؟ محدش يقدر يجادل في كده. هنوزعهم واحدة واحدة. احنا كنا متفقين على حاجة هنتفق عليها النهاردة. مش قلنا الميجر وزين؟ لا ما اتفقناش عمال. احنا فين حددنا كل حاجة خلاص؟ لا خلاص يعني مش هنتفق على حاجة خالص. حس ان احنا اثنين بس اي ساعة هتكون. ايش مشكلة نختاروا اللي انتوا عايزينه. انا يوم الاثنين ما بدرسش خالص. عندنا بس اجتماع مجلس بس كده الساعة 2:30 ولا حاجة. لكن مش دي القضية يعني مشكلة. فانتوا شوفوا عايزين امتى ونتفق. احنا لسه هنتقابل يوم الاحد ان شاء الله تعالى صح؟ ممكن نحددها يوم الاحد زي ما حددناهاش الان. لكن عايز تحددوا الان حد يعني عايزين في ثلاث محاضرات الزيادة يوم الاثنين. هو في اثنين ثلاثة في الغالب. في معاذ غايب، في عبد الرحمن، فايز غايب، في من ثاني. ده اللي انا شايفه. الحمد لله رب العالمين. المهم نحدد دلوقتي والله يوم الاثنين الساعه كام؟ الاحد. طب خلاص انت مسؤول ما تنسينيش او فكرني معنا صح. انت مش هتنسينك مش هتفكرني. طيب نروح للالوان. طيب في ضوء اللي تعلمناه في الابيض والاسود، في الابيض عرفنا ان الكاميرا بتكون الكاميرا موجوده بتسلط ضوء والضوء بينعكس من الابيض والاسود ينعكس يعني بفولتج طبعا صح؟ والفولتج ده بيكون كبير او صغير على حسب انت ابيض ولا اسود صح ولا لا. طب لو كان ملون هيبقى عندي ثلاث كانه ثلاث كاميرات، كانه ثلاث كاميرات. كاميرا بتسلط ضوء وترجع توريني كميه الاحمر، وكاميرا بتسلط ضوء ترجع توريني كميه الاخضر اللي هي الجرين فيديو، وكاميرا بتسلط ضوء وتطلعني كميه الازرق. ليه الاحمر والازرق والاخضر ار جي بي؟ ليه الار جي بي ده؟ بعد تجارب طويله جدا ناس بتوع الفيزيكس والكيمستري توصلوا لان دي الثلاث الوان الاساسيه اللي ممكن تكون منها اي لون. اي لون ممكن تكون الالوان الاساسيه، فده احنا مش هندخل في التفاصيل. خلاص هي دي الثلاث انواع الاساسيه اللي اتفقوا عليها. عشان هذه الالوان لازم الكاميرا تبقى ممكن تاخد الضوء نفسه الصوره نفسها. ما هي الكاميرا بتطلق يعني تخيل انها كده بتلقي الضوء وتستلده. استلده ده هيجي واحد يتناسب مع الاحمر وواحد يتناسب مع الاخضر وواحد يتناسب مع الازرق. مش مكتوب كده برضه؟ في فلترز طبعا. في فلترز طبعا. هو حتى هو رسمها لك في اوبتيكال فلترز. اوبتيكال فلترز بيطلع لك الاحمر بس او الاخضر بس او الازرق بس. اشمعنى اخضر وازرق واحمر؟ دي مالناش دعوه. مش مهم. سنسور بس يتحسس سنسور يتحسس اللون الاحمر، سنسور يحسس اللون الاخضر، سنسور حتى اللون ده فلترز طبعا. ما حناخذ هذا الكورس كيف سنسور بس تحسس. لا تجيش والله انا تبعيد خالص عن منها. احنا بتوع سيركتس خلي بالك. اوكي. هي عايزه بقى كورس في السنسورز نفسها. اوكي. دي بيند اور كورس. احنا بنكتفي بس ان احنا ناخذ الاوت بتاع الثلاث كاميرات دول اللي واحد بيطلع لي الاحمر واحد بيطلع لي الاخضر واحد بيطلع لي الازرق وخلاص ونشوف هنعمل ايه. احنا كفايه علينا السيركتس. طيب تعال نشوف الصوره اللي بعدها. صوره هورزونتال لاين مكون من اخضر من احمر واخضر وازرق. يعني هورزونتال لاين اكيد بتشوفوها في التلفزيون دي قبل ما يعملوا ارسال يكون طلع لك التلفزيون مقسم كده لخطوط صح والوان. فدي تخيل ان احنا عندنا خط احمر وخط اخضر وخط ازرق وزين وان هورزونتال لاين اللي هو الصوره اللي في النص. هيبقى الاوتبوت من هذه الصوره شكله ازاي؟ R وبعدين أصفار
صفر وبعدين الجرين في فولس وبعدين ما فيش صفرين وبعدين الازرق في بالص وبعدين ما فيش. ابراهيم مش عاجبه الكلام ده بتاعي ماشي كده شفت كده كانك مش عاجبه الكلام. يعني اللي فوق رتبوهم جنب بعض ولا كده؟ يعني قصدي هذول الار فيديو والفي فيديو والفيديو سيجنال كل واحده من دول. لا انت تخيل عندي صوره، تخيل ان انا لابس قميص، القميص ده ملون، اللون هنا احمر واللون هنا اخضر واللون هنا بلو. صوره بقى قميصي انا، الكاميرا بتصورك وبتتحسس الالوان، فالاوتبوت من الثلاث كاميرات دول هيبقى بتصور هيبقى شكله ازاي. الكاميرا الحمراء هتطلع كده ومفيش هنا احمر، الكاميرا الخضراء هتطلع ايه، الكاميرا الزرقاء هتطلع ايه. فجمعنا ثلاثة سيجنالز هذه، جمعت دول، يبقى انت اخذت الصوره بتاعت القميص الاحمر الملون. بتختلف الامبليتود حسب شد، ايوه دي نقطه مهمه، حسب شده الاحمرار. يعني الاحمر قد ايه احمر؟ طبعا انتوا عارفين الكلام ده، الاحمر مش كله حاجه واحده، الاحمر درجات والاخضر ايضا درجات والازرق ايضا درجات. هنيجي للنقطه دي، ده كلام كويس ماشي. طيب في الشاشه ايه اللي بيحصل؟ تخيلنا ان الحاجات دي عملنا ترانسميشن بكل حاجه، في الشاشه ايه اللي بيحصل؟ في الشاشة هيكون في الكترون جن، بنسميه الكترون جن ده. شو اسمه؟ الكترون جن. وين هو؟ مدفع الالكترونيات يعني. هو الـ BRG. في طبعا في الشاشة الأبيض بيوصل فيه الكترون جن واحد بس. مدفع واحد بس مش كده؟ بيدفع الالكترونيات على الشاشة. تحركه. أيوه أنت بصوت تحركه بالظبط كده. هنا هيبقى عندي ثلاثة الكترون جنز. واحد للأحمر وواحد للأزرق وواحد للسؤال الثاني ده. الأخضر. الشاشة نفسها هتبقى مقسمة، يعني كل نقطة فيها شاشة نقط. الشاشة نفسها كل نقطة فيها مكونة من ثلاث نقاط. نقطة بتطلع اللون الأحمر ونقطة بتطلع اللون الأزرق ونقطة بتطلع اللون الأخضر، وكلهم في حتة صغيرة خالص 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 يعني. اللي هي دي البكسل، حتة صغيرة خالص. كل الثلاث ألوان دول موجودين في حتة صغيرة دي. حس لما تنزل الثلاثة أضواء اللي بيجي من الإلكترون جان دول يطلعوا لك الأخضر والأحمر والأزرق وخلطوهم ببعض. خلط هنا، خلط هنا، لأنهم كلهم في حتة واحدة. خلط هنا. إيش تقصد الحين في دي الغطاء العلمين؟ أنت شايف أيوة البي والآر والجي طلع منهم أسهم، دي اللي هو الإلكترون جان راح على نقطة، النقطة دي مكبرة هو برا. النقطة دي نفسها فيها ثلاث نقاط، نقطة بتطلع لون أحمر ونقطة بتطلع لون أخضر ونقطة بتطلع لون أزرق. فيبقى لما يجي الثلاثة الكترون جانز دول يضربوا في النقطة دي هيطلعوا لك ثلاث ألوان، والثلاث ألوان مخلوطين ببعض في مسافة قريبة جدا من بعض. يبقى انهم مخلوطين ببعض، مش هتقدر تميزهم من بعض. وده على مساحة الشاشة كلها. معايا؟ ودي اللي هو بسميها هنا ايه؟ فوسفور دوت سكرين. فوسفور دوت سكرين. كيف نضمن انه طبعا لو كانت ال اي دي ولا نفس الكلام. كيف نضمن انه الريد الكترون جن راح يوصل؟ دي ميكانيكالي لازم تضبط، لازم يضبطوها ميكانيكالي. انا ما اعرفش، ما اظنش معايا صوره ليها، لكن هي بتبقى الشاشه كده كانها فيها خرم. صح؟ الضوء بيمر من الخرم ده يضرب في النقطه. بالظبط. ما يروحش في حته. وراح في حته ثانيه الدنيا تخبط. ايه ايوه حسوا الحل؟ طيب شلون بالضبط يعني البكسل الواحده او بوكس مثلا؟ هل في ثلاثه شيتس كل شيت فيه لون وفي الاخر الضوء هيجي؟ يعني تقدر تقول كده. كل شيت فيه ثلاثه كل ازرق. كل بكسل فيها ثلاث مساحات مختلفه، وكل مساحه من دول بيجي لها ضوء من يا اما الاخضر يا اما الاحمر يا اما الازرق. وهم كلهم في حته صغيره خالص قد كده، بحيث انه لما يشع الضوء منهم الثلاثه يشع مختلط ببعضه وعلى حسب قوه الضوء مثلا. اه كده حسب بقى، الغالب اخضر ولا الغالب ازرق ولا الغالب احمر ولا كلهم زي بعض، يطلع لك يمكن ابيض ولا بنفسجي ولا مش عارف ايه. طبعا لو شغلنا الثلاثه الوان على اقوى شيء يعني احمر اكمل شيء واخضر وازرق يطلع لي اللون المفروض الابيض. بالضبط كده. اه كده حنشوف دلوقتي بس شوي دكتور. يعني هاي اللي هي البكسل هذا ما في عند الار مثلا فلتر بدخل بس الاحمر وبطرد الاخضر والازرق؟ ممكن يحطوا فلتر بس احنا مش عايزين نتكلم في الكلام.
يعني أصل الضوء اللي من الجان هاد بيشع على الشاشة مثلاً البلو هاد بيشع على الشاشة كلها على كل دوت ولا على دوت واحدة؟ لا بيدخل على الدوت واحدة واحدة لأنه بيعمل سكان. ما هو الدوت ده ما بيطلعش بيطلع من حتة واحدة ويقف فيها. الدوت ده بيطلع بيعمل سكان للشاشة من فوق لتحت ومن اليمين للشمال. يعني بيكون ماشي. ما أيوة. ميكانيكي؟ ده هنا؟ ميكانيكي. لا لا مش ميكانيكي بقى. الميكانيكي اللي هو إيه إنك أنت تضرب الفتحة اللي في أمام الشاشة. تضبطها بحيث ان يمر منها الضوء على البكسل ده الميكانيك لكن الضوء بيتحرك الكترونيكا بالسوتوث السوتوث هو اللي حرك كل زي مغناطيس كده ايج الالكترون هنا بنعمل زي مغناطيس لكن هو بالسوتوث بس هي نفس الجانز هذه نفس هي الجانز دي ثابته الجانز ثابته لكن الضوء اللي بيطلع منها هو اللي بيتحرك على حسب السوتوس على حسب السوتوس السوتوس بيجيب الالكترون قصدي بيجيب الشعاع الضوئي يرفعه لفوق او ينزله لتحت او يجيبه شمال او الشمال او يوديه فهو مثلا في البدايه الالكترون جان يعني على اليسار بعدين السوتوس تعال نروح الابيض والاسود لو سنه دي جان واحده بس الجان دي بتطلع شعاع ضوئي صح شعاع ضوئي ده لما مرره هي موجودة في المختبر شعاع ضوئي ده لما مرر ما بين تو بارالل بليتس الجن هنا خلي بالك الجن هنا انا همشي الشعاع الضوئي كده اول ما يدخل بين التو بارالل بليتس هيتعرض للالكتريك فيلد الالكتريك فيلد ده ممكن يطلعه فوق او ينزله تحت يمين ويسار ممكن الالكتريك فيلد يكون كده يجيبه يمين او يجيبه شمال يبقى اللي بيتحرك يمين وشمال وفوق وتحت مش الالكترون جان الشعاع الضوئي مش الالكترون جان الالكترون جان ثابت طبعا مش هنحرك بالحركه الشعاع الضوئي هو فوتونات مش الكترونات صح؟ الالكترونات الشعاع الضوئي الكترونات الالكترونات بتنبعث من الالكترون جان وتمشي في طريقها صح؟ ولكن وهي ماشيه في طريقها تحرفها يا توديها شمال او يمين او توديها فوق او تحت. الله معانا قلت شعاع ضوء خليه شعاع الكترون. طيب انا حابب الحين اليسار الار جي بي. اعملني؟ اعملني كويس؟ ايه. اليسار هو كلهم نفس الشيء، اللهم انه الجان الاول حيكون بروبورشنال للريد سيجنال. خلاص بالضبط كده، انا بقى عندنا في الالوان حيبقى عندي ثلاثة جانز. ثلاثة أشعة. والأشعة دي برضه بحرفها بالهوريزونتال. بحرفها فوق تحت أو بحرفها شمال يمين. صح؟ بس بحيث انها لما تضرب الشاشة لما توصل للشاشة وتضربها تضربها في نقطة محددة طب صعب ما هو ده الميكانيكال ادجستمنت هو ده الميكانيكال ادجستمنت بحيث انها لما تضرب في الشاشة تضرب في نقطة محددة تضرب في نقطة محددة دي النقطة دي فيها ثلاثة ألوان لون أحمر ولون أخضر ولون أصفر يعني لما تضرب هنا لون أحمر بيطلع تضرب هنا ما هي بتضرب في الثلاث ألوان هم ثلاث ألوان قريبين جدا من بعض تحس إنهم لما تشع الضوء من الألوان الثلاثة دول يشع كأنه مختلط ببعض فأنت كمشاهد تشوف ثلاث ألوان داخلين في بعض ما تشوفش الألوان لوحدها شفت الألوان لوحدها ما ينفعش كده عايزين نخلط الألوان فخلط الألوان هنا بيتم إزاي؟ إن هم الثلاثة سنسورز دول في موجودين في مكان واحد عم بس لخبط شوي بالضبط ايش هو الميكانيكال ادجستمنت الميكانيكال ادجستمنت مش انت اللي بتعمله هو اول ما بينتج الشاشه بيحط الشاشه الزجاجيه اللي قدامك دي بيحط وراها شاشه ثانيه مش انت ما بتشوفهاش لكنها دي في اخرام كثيره جدا بعدد البكسلز اهو كده عمليه دقيقه جدا بس يعني لازم الشعاع هذا يعني يمر من الخرم ده وينزل في البكسل بس الاخرام دي او الحفره دي جنب بعض مره ده الفن بقى ده الفن اللي بتتكلم تتعامل على الالكترونيات الان ده الفن ازاي يعمل اخرام الدقيقه جدا دي على مسافات قصيره جدا من بعضها ويحطها في ظهر الشاشه بحيث ان الشعاع ينزل يمر من الاخرام اذا الالكتريك فيلد الالكتريك فيلد اللي يحرفها ويخليها اذا الالكتريك فيلد كان فيه شويه ايرور ما هو المفروض ما يكونش فيه ايرور ما يعمل سنكرونيزيشن ليه؟ الثلاثة دول طلعوا الكترونات جالسين الثلاثة دول طلعوا الكترونات ايوه الكترونات دي بتمشي في شعاع الكتروني بالاضافه شعاع الكتروني كده بقى هذا الالكترون والازرق هذا للاحمر هذا للاحمر هم ثلاثة مختلفين هم الثلاثة يمثلوا واحد صح؟ من جانب مختلف وكل واحد منهم متجه الى سبوت مختلف اللي هيضربها ويطلع منها اللون الاحمر او يضربها ويطلع منها الاخضر ويطلع منها اللون الازرق الكومبينيشن في الاخر الكومبينيشن ده انت ما بتشوفوش انت
انت بتشوفها كانها حاجه واحده كانها بيكسل واحده طبعا كانها بيكسل واحده لون واحد بس وانت بس ده البرنسبل طبعا التنفيذ مش مساله معايا ان شاء الله في المختبر اوريك شويه حاجات اكثر تفاصيل للاسف الوقت راح طبعا معلش كمل بلدنا ان شاء الله المره الجايه قلت ايه يوم الحد هنتفق على الثلاث محاضرات الزياده من هنا هيبقوا امتى صح؟ مش شغال ما 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 ما